الآن العالم بتقوم فيه حرب عالمية ثالثة، وكل الناس تفكر إيش بيسوون لقد قامت الحرب، لكن نحن حالبين مع ديلة. طبعا اللي شفتوه ده في الفيديو دكتور جامعي وعضو هيئة التدريس، طبعا هو شلطين من واحد من القبور يفحصوا في وجهه، ودكتور في الجامعة وعضو هيئة التدريس. سبحان الله. شوف البداية، أول ما توحدوا قالوا إنهم نظام رأسمالي والجنوب نظام اشتراكي، ده نظام واه، والكبيرة عدهم إنهم يضربون صواريخ بأوامر من إيران، لأنها الآن صدرت المشهد وطلعت ترند بعد ما ضربوهم عيال طبعا ضربوا السفارة الإيرانية في دمشق، وقاموا هم بيردون عليهم، لكن قبل ما يردون عليهم ايش سووا؟ خبروا عمتهم الكبيرة انهم بيردون، خليكم جاهزين، ونحن الرد حقنا عبارة عن شو. براندون يكي از بهترين دوستاي منه. We will be looking for new compromises with the GOP. وبس، والعالم كله يقول انه في بداية حرب عالمية ثالثة، ونحن همنا كله كان تخلص من ال في الفترة الماضية جاء عندنا من عيد بن مبارك. ايوه، هود هو نفسه اللي تسبب في الازمة الاخيرة لعيال البلاد وين؟ في مصر، بعد ما راح لاثيوبيا لما كان وزير خارجية. الموضوع ده عارفينه قدكم. الان لا ترقى رئيس وزراء ويا عيد عندنا في المكلة، طبعا بعد ما تصور في كل مكان في عدن. هي لهنا من شان واي يكمل الالبوم، عيب يطرحه ناقص، وخري الشوارع نعم حكم وزير من اتباعه. لكن الغريب انه صاحبنا ما حدو، وتقولون انه ما حد يرتاح له هنا في الشارع لو وضعه. نحن من هنا نرسل رسالة لكل مسؤول حاب انه يجي عيد في عرفة هنا عندنا، نقول له ايش؟ لازم تكلمنا احنا بدري مشان ننزل ننظف الشوارع من بقايا المنخفض، تعرف بقع غبار وطين وبلاليع بتنفتح شغلات وايده، وده غير الطامه الكبرى البلاليع اللي افتكت في كل مكان في انحاء المنطقه. وطبعا في هذه الايام شمس وحر والصيف دخل، والاربعينيه شكل ايات بدري المره دي مع المنخفض تو بعده، ورطوبه واحمال وطفج وحي حلوه، والمسؤولين مو هم دارين عادهم معيدين، عادوا مكملين الاجازه في البوليفار هناك، وما حد من المسؤولين فاضي مشان يخري ينظف الشارع، وعاد نحن ما شفنا حد من المسؤولين حط صورته ويقوش. لا الصورة دي في ايد النظافة الان مصح نسيتنا، بس لقوه في حجر. شفت كيف كرييتف يا اخي، ناس هذين يفكرون خارج صندوق. شوف لكنهم ما نظفوا حجر، لقوا رقصة النظافة في حجر، وحجر الان فيها مناطق منكوبة من تأثير المنخفض، اكيد بيلقون رقصة المنخفض. المهم عليهم بالصبر وعلى الحكومة الوفاء. ذا كلام، الموضوع ده طويل عريض. نرجع لبمبارك بعد ما جاء ودري في البلاد وخذ اللقطة كامل. يا بكلام بصراحة انا لأول مرة نسمعه، كلام جديد علينا. قالوا صبر طيب، يا سلام حلاوة. الصبر طيب، الصبر طيب. وعذكر الصبر، في أحداث وايدة حصلت في الفترة الماضية، وتوقف العام الدراسي بحضرموت بعد ما طالب المعلمين بحقوقهم وزيادة مرتبات، لكن الحمد لله أنهم استمعوا للمعلمين وصرفوا حافز من المحافظة الغنية بالنفط، صرفوا حافز كبير واللي تمون البلاد كلها وتروي عطش الظما وتسقي الغلابة. وجي الآن رد اعتبار المعلم واعتمدوا صرف مبلغ 8000 ريال يمني. شكلهم غلطوا، شوفهم في الرقم، هي 80 كتبوه 8 صح، في غلط. ولقوا وقفات طويل عريضة وفي الشمس وفي رمضان، وبعد العيد نها لقوا وقفة قريبة ودوخت الناس 8000. طيب على الأقل يجي واحد ويجي مقترح معه ويقول يا سلطة سمع الكلام واعتبرهم فنانين، كمان اللي جبتهم في البلدة صرفت عليهم آلاف الدولارات وغنوا بمسيل. ولا بيجي واحد تاني بيقول اعتبروهم لاعبين من المنتخب يا أبو بطولة وهم أولى بالـ500، مع إنه شوف إنه البزبوز واقف، بس منين يا أبو الـ500؟ ما حم داري، سبحان الله ترزق. وبيجي واحد تالت طيب بيقول ما الحكومة عيدت عندكم، ووزير المالية ولدكم، وزير التربية صاحبكم، صمصوم يتبع الكلام، يعني يا حضارهم زيتكم في دقيقكم. طيب على قصة الزيت والدقيق، أنتم عارفين إنه الباخمري طلع أهم وأفضل من وقفة المعلمين في رمضان؟ ديل يوقفون وقفة ده باخمري، يعني عادي الإضراب على أساس واتلقي إضراب، يعني حد يدرس يعني بالله عليك؟ ليه باخمري ده باخمري خمري بتشاهي غوز يوك، يعني عصر لك كم منه من المتعاقدين ديل؟ كل من شق وطرف هشبك بشتك. الله من زين التعليم اللي عندنا يا أخي، كل واحد يدرس ولده في داره. أهم شيء يوم الباخمري والتغويز على الشاهي لبن، يا المسؤولين هم دارسهم الخاصة لك إيه؟ أنت من المواطنين مت أرحم لك. سمعوا يا مدرسين، قد يرشاد الإعلامي يعيد عندنا في عيد عرفة عيد الكبير يعيدوا هنا بالبلاد، سمعت انه المندي والمقلقل عيوبه والهباريش حق الصبح حق اول يوم ذاك زينه، او قد واحد من اوطان حضرموت اللي في السلطه يعيد هنا عندنا اللي تغدى بكمين مليون ده. خافوا يستمع لهم وبيقول لهم منكم الصبر ومن وفاكم الكابتن، توقع بيعطيهم شيء بيزيد صفر. على فكره كلكم سمعتوا باخبار وفاه الزنداني، انتظرونا في الحلقه القادمه. المهم الجنوب قادم، حياكم.